نهاية القرن الماضي كان هدف مصممي وصانعي السيارات جعل هذه المركبة ملائمة للرحلات الطويلة. أما اليوم ومع التقدم التكنولوجي أصبح هدف الشركات المصنعة أن يقضي الشخص وقتاً ممتعاً في سيارته، سواء كان ذلك في المدن المزدحمة أو القرى النائية. ابتداء من عام 2016 ستتأقلم سيارة المستقبل مع من يقودها من حيث الراحة، إذ سيتغير لون النافذة حسب رغبة وشعور من يقود هذه السيارة التي ستبث روائح عطرة حسب رغبة السائق الذي يبرمجها مسبقا. السيارة تقوم أيضا بإجراء مساج للركاب أثناء التوقف. أما جهاز الملاحة أو الجي بي اس فسيبعث أصواتا من يمين أو يسار المركبة حسب خارطة الطريق المبرمجة مسبقا من قبل السائق، والهدف من كل ذلك جعل المركبة مكان استرخاء وراحة تماما كالبيت. ستحفظ سيارة المستقبل العادات اليومية لمن يقودها، كتوقفه في ساعات معينة لجمع أبنائه من المدرسة مثلا، إذ تقوم المركبة بدورها بإطلاق نظام الصوت الموسيقي المفضل للسائق وبدء عمل تدليك يريح أعصابه، وطبعا حسب سرعة السائق المفضلة. وبعد انطلاقها تبدل المركبة تلقائيا الموسيقى الهادئة إلى نغمات تتناسب وطبيعة الطريق. أما إذا كانت الرحلة أطول فالمقعد مزود بجهاز يمتص عرق سائق وركاب المركبة أثناء السفر. ليث بزاري، العربية.